السلام عليكم جميعا ورحمه الله استاذ سعيد محمد مصطفى استاذ الاقتصاد الزراعي رئيس قسم العلوم التجاريه بجامعه جده. بدايه خالص شكري الى قائمين على هذه المبادره الكبيره لتشجيع الاستثمار الخاص في الجزائر للاندماج في اكثر في النموذج الاقتصادي الذي ترعاه الدوله بعد ازمه البترول، والذي في الحقيقه يجسد التفكير القائم على الاستدامه بدل الطرفيه للتوجه الى القطاع الزراعي اكثر فاكثر. نبارك لمجمع عمر بن عمر هذه الصورة التسويقية الرائعة في مختلف المحافل والقريبة جدا من الفلاحين وفي المعارض الاقتصادية والاهتمام الكبير بالصناعات الزراعية الغذائية. أشكر لمحاضرينا ضيفنا من تونس ومن جامعة بدنا تجشم ساعات السفر والقدوم من مدينة نسعد. وأصحح الدكتورة، هذه ليست منطقة الحمى، يعني أشرت في الخارطة أن منطقة الحمى هي هذه، وأشرت في الثيام الملاك هذه هي منطقة الجلفة. منطقة الجلفة غير منطقة الحمى، وليست منطقة صفيطي كما أشرت سابقا. أنا أريد أن أستثمر في الجانب الآخر، لأن الفلاحين الآن سوف يستفيدون في الحديث عن النقطة المتعلقة بهذا المنتج، ولكن أود أن أوجه عناية المجمع الكريم عمار بن عمار إلى الاهتمام أكثر بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة في هذه المنطقة سهوم المحاصيل الاستراتيجية التي نعاني منها أو تعاني الجزائر من الفاتورة المثقلة التي نستورد من خلالها القمح، وتعرفون تبعات هذه الفاتورة الثقيلة. إذا القدرات المميزة التي تمتلكها منطقة مسعد وما جاورها ولاية الجلفة عموما هي إنتاج الحبوب والمواد العلفية وتربية الأغنام. نحن كفاعلين كل في مجاله مطالبين بفك هذا الرهان، وهو ضمان الأمن الغذائي بتوفير غذاء الإنسان. أولا الخبز ولواحقه، حتى الصفيدي يعني أساسه هو الخبز قبل أن يكون الفلفل بقوسين فقط. أولا ثم علف الحيوان وتحسين محافظة على الثروة الحيوانية اللي هي ثروة هذه المنطقة. يعني جميل جدا أن نمتلك أصنافا من الفلفل ومن الطماطم، ولكن الأجمل من ذلك أن نمتلك الخبز والعلف وأن نحافظ على سلالتنا. مساحتنا الزراعية مع الأسف المخصصة للقمح مثلا على ربوع الجزائر ككل ما زالت هي نفس المساحة التي تركها الاستعمار. والمردودية نتاع القمح والشعير مع الأسف الشديد أيضا ما زالت هي المردودية ذاتها التي تركها الاستعمار. إذا مجال اهتمامنا لابد يعني نشجع ونوجه عناية لهذا المستثمر الرائع عمار بن عمار للتوجه أيضا إلى الزراعة الاستراتيجية، خاصة أن مواردنا يعني في المنطقة أو قدراتنا هي قدرات كبيرة جدا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.